ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس بعد استشارة رئيس الحكومة إعفاء محمد بوسعيد بمهامه كوزير الاقتصاد والمالية. وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يحرص الملك محمد السادس أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم.